عباس جلسة الاسم نوفل غير وارد لا في الشرطة القضائية ولا هذا، ولكن تشبد هو في البوك يقول نوفل شابط بالعداوة، لأنه المعركة تخسرات ديال فيما يطلع في الدعوة الاقتحامية سنوات في مقصد الاستقلال، هو رئيس المجلس الاستشاري اللي تيحكم المغرب وهو كل شيء. تنهضر كاستقلال من حقي، نهضر واحد المحطة ديالي أملكها وأفتخر بها. ولأننا كنا مقبلين على الانتخاب في البوط، وذاك الاسم تخلق ذاك الله بدليه في الدعوة فوقاش تخلق بالتاريخ هادشي. شي كل واحد قوانين خذوا البيت بالبركة عندنا نعطيكم لكم نعطيكم تانا وشوفوا المقارنة. نهار اللي بدات الحرب الكبيرة شحال الملف مزيان في كيبدا هي الدورة ديال فبراير 2010 كانت بدات المعركة مع الحزب الأغلبي آنذاك وبدات الحرب تما بدا الاستماع الأول. هذا اللي ركبوا على هذا الشيء اللي تنقول لكم من الفتنة خلقها دابا فوقاش كاين اللي محطوط عليه عامين تيتحط ويتصوب وينزل تجي واحد السويعة طلق طلق دابا تقولي فوشتا مراكش طنجة الكويرة يمكن نهبطو حتى الداخلة يمكن يمكن شي باش نقولو دابا وليت انا خايف على استقلاليا وعلى نقابيا وعلى العالمية خطير هادشي اليوم تنشوف هادشي تيكون خطير تيقولوا في 2010 كان تيزول هو اللي قابطو هو اللي معتقلو، ولكن كاين وحدين اخرين اللي جبدوا منهم السي الصويري. السي الصويري عنده علاقه تاريخيه معنا في حزب الساكنه الانتخابات الاخيره كان ما فين ما كانش مخطط الحزب هو غادي له. السي الصويري هادو دابا اللي تيحاربوا هادشي. السي الصويري تتعرفوه ما عمرو ما يبات في شي اوطيل 1000 درهم 2000 درهم في الليله، زعما هادشي طبيعي عنده السي الصويري تتعرفوا هادشي تبارك الله عليكم انت الدروس تعرفوا فيها ديما فاقد الوعي وديما هو مكلف بين الملفات. جا في الليل في 3 الصباح باش يوجد الملف ديال ياسين 3 الصباح جا تاج سبع مع راساتو في الظهر يمشي يصلي الفجر جا يدير الزهر ما هضر مع حد وسميتو كاينه. اذا بزاف قد جبت لكم 60 اسم راه مش غادي نبقاو زعما هادشي غتشوفو هادشي واضح للايام. واش راه قلت في شيء منه في المركب الثقافي وهادشي عاود وقلت غنأديو الثمن لا بدا ولما قلنا الامن في المدينه قلنا غنأديو الثمن الحمد لله اليوم الكاميرات بدات تشتغل رغم هادشي حنا خدامين محاسبين مع حد ما واقفينش 3 مليار باش طاحوا علينا الكاميرات. اليوم كاينين راهم في تجربه خدامين من احسن الكاميرات على المستوى الاعلامي شحال من عصابه دابا في 4 الصباح حصلت دابا 134 غير في التجربه دابا تجربوا بعدا اللواله اللي في البطحه تيهيئوا تيوجدوا بسيوفهم باش يهبطوا على المدينه بداك 3 4 باش يهبطوا على المدينه كما كان زمان والكاميرات تعتقلوا مازال في عين المكان وصافي الكاميرا شهاده ضبوطه. هذا ال 136 حصوات هذه هي الوقايه اللي بغينا لمدينتنا. دابا حنا ما تحاسبنا مع حد. السيارات اللي شرينا المدن مثلا تقول هذا فيه الاشخاص ماشي مؤسسات. فيه الاشخاص يمكن تيحقد على حسب شكون هذاك شغلو. ولكن ما ينتقمش. هذا هو. لا مع الاحكام كيف ما كانت مشغولش ولكن لا بدا نشرحوا الامور اللي هي في الميل. اما احنا هذا الملف عمرنا ما هضرنا فيه عمرنا ما درنا فيه ندوة عمرنا فاتح ما بغيناش نشوش رغم ما كانت توصلنا الاصداء حيت هذوك اللي تيمشي للسلام راهم تيطلقوا الهضره الناس غير تزهدر ورغم داك الشيء قلنا لا حتى يصدر الحكم وما درت الندوة حتى خديت المحضر حتى خديت المحضر وما فيه. هذا هو تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. انا غادي نمشي في هذا
مازال نزيد نستفسر على ما ارتباط المؤسسة الحزبية الاتحاد الشركي بهذا الإفعال وهذا محاصرة العائلة ديال حميد شمبار، مع العلم بالتوضيح ديال مع العلم بالتوضيح ديالك على مجموعة الأسئلة ربطتي في البداية بأن هذا عمل ديال المؤسسات بهجبتي عمل وزير. انا قلت بان في البدايه تكلمت بان ربطتوا هادشي بالمؤسسه ديال وزاره العدل في شخص بوزوباع، ثم رئيس المحكمه الابتدائيه وديجا بحكم علاقته مع ذاك، رغم ان الملف ربما تابعوه قضاه اخرين، يعني يبتلي بان تنشوفوا اذا كانوا تابعوا قضاه اخرين واتهامكم برئيس المحكمه فيها يعني هو ارتباط المؤسسة بذاتها، وبالتالي تنسمعوا بأن جوابا على بأن أشخاص حاقدين على عائلة شباط المهم داخلين واحد اللوكس بغيت نعرفوا وبغيت نفهموا، مع العلم بأن الأحداث كلها ومحاصرة العائلة شباط بديتوها من أحداث 1990، بأحداث 1990 ربما كان عهد آخر، ربما كانت حكومات أخرى، ورغم أن مازال نزيد باش تزيدوا توضحوا لنا تكلمتوا على واحد عدد ديال الوزراء من 1990 ونقصتوا على اخر وزاره قبل الحكومه ديال العداله والتنميه، واش حتى هي ساهمت في هذه العمليه وامتداد، لان الملف مازال يروج الى حدود هذه الساعه. شكرا. غير باش نوضح القضيه، سي بوزوباع رحمه الله، سي بوزوباع هو الذي حرك الدعوه، بحيث كانت الدعوه من واحد بن ملال، شي واحد كان داير واحد اللائحه والعاشر تقول له انت ثاني والثالث تقول له هذا، اذا قالوا الملازم. انا تقول علاقه المرشح انذاك اللي هو السي البقالي بالسي بوزوباع كانت علاقه شخصيه وهي اللي خلقت الملف. شي اتحاد الشرق يقول لك علاقه شخصيه بالسي انذاك كتهز انهم توقف القرارات التاديبيه على العمل ديالهم من سنوات، وراهم تيتجولوا وتم اعتقالهم لانهم في ملف شباب. باللي التاثير على الملف واش حنا مثلا نقدروا اللي لازم تقرا الجريده والمواقع الالكترونيه وما الى ذلك، هادشي اللي عطى الله. عندي نزيدك وحده اخرى، عندنا وليد، انا جاي عندنا وليد تيدور هنا من هاد الصحيفه لهاد الموقع لهنا لهنا، هز واحد الطوموبيله مشى دار الحادثه ما عنده لا اوراق لا والو، اذا خصو يمشي يبلغ بصفات شي حاجه بالنيابه العامه صافي باش يطلقوا، هادشي اللي وليد فاز صافي، شو اللي عطاه سيدي ربي والله هذا فين غادي؟ العدد ما يمكنش نحصيه لك، ولكن كل الملفات براءة، ولكن تنجرجروا في الإعلام، هذا هو المشكل. بقاو هاد الملفات هذا وهاد الجوج اللي تايلوه، واحد هو قالوا داروا فيه الحب ديال الدار البيضاء، الآخر عاد غيبدا فيه التحقيق، ومنين نقول لك التحقيق؟ زعما غادي نقول لك السيارة دخلت من الخارج، ما بغيتش نشرح لكم واحد الدقيقة. 2008 خلاتها ايطاليا اسمها كادا، اللي دارت الكالكريس سيده سميتها كادا. 2008 2011 شراها الولد بلا كارت كريس للمغرب، كلشي للمغرب. شنو يقولوا هادو تبارك الله عليهم هادو ديالنا عاود النيابه العامه، هذه اللي دخلت السياره قالوا هو دخلتها في الديوانه بطريقه او باخرى. اللي عنده الكارت كريز عمره ما شاف الكارت كريز، كانه ما عندنا اداره، كاننا ما عندنا جماري، كان ما عندنا. ولكن شكون اللي خصو التحقيق هو الشباب اللي هو ضحيه، اللي هو تيدعي انه السياره راها مسروقه لانها مازال ما ديوناش من 2008. فين الديوانه وفين المصلحه ديال الكارت كريز وفين هذه الاداره المغربيه؟ جبنا عند اذا هذا الملف.